هذا الله يبارك فيك. بعدا شنو فينا بالاسم ديالك؟ عبادي نجات. نجات كنت تهضر لي شويه على فوقاش بديتي هاد المهنه ديال صنع الحلويات تبارك الله جميله. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. وهي الحقيقه كانت هوايه من الصغر، من الصغر وحنا كنخدموا هذه الهوايه يعني، وزدنا تعلمنا شويه والحمد لله. واه درت واحد لا فورماسيون تاع تقريبا 9 شهور. واو. نهار شنو كنتي كتعرفي وشنو تعلمتي؟ نهار الاول كنا كنعرفوا نديروا غير الحوايج العاديه يعني بحال كعك كاطو تاع المراشم حاجه عاديه، ومشينا تعلمنا بس زدنا شويه تاع البريستيج شويه تاع الكاطو داك واه الباتيسري الجيده. الحلويات اللي انا كنبريزونطي بحال هادو مثلا اللي كيبان لي غير الحلوى تاع وجده، تقولي الحلويات اللي عندنا تاع وجده اللي معروفين؟ وي حنا كنديروا الحلويات تاع وجده لحقاش معروفين بها حنا الوجاده. الكاطو تاع المراشم هذا الكاطو تاع المرشم. المرشم واه. المقروط. المقروط. الكعك. الكعك واه. الكعك الخامر. والكاطو تاع الماشينه. وهذا ديال نوت كوكو. هذا معروف. هذا رشبوند معروف كل دار المال معروف. بالنسبه الى بغينا الوصفه شي وصفه سهله الناس لان الكعك هو اللي مطلوب بزاف. الكعك هو اللي مطلوب كيف واي مثلا شي وحده من السيدات قول لهم شدوا معنا ورقه ستيره باش يقيدوا. اييه نحتاجوا الدقيق. قولي لهم بعدا شدوا ورقه وستيلو. اييه مرحبا مرحبا ورقه وستيلو وقيدوا المقادير ان شاء الله يا ربي تنفعكم. كنحتاجوا الدقيق. الدقيق شحال ديال؟ نحتاجوا كيلو تاع الدقيق نديروا فيه واحد جوج كيسان تاع الزيت. السكر على حسب الذوق، يا اما جوج كيسان يا اما كاس ونص على حسب ما كنحتاجوا. لا كيسان صغار ولا كبار؟ لا كيسان ديال العنبه اللي معروفين بهم حنا المغاربه. الزارع جلجلان. الزرع راهم معروفين نافع جلجلان والنافع وحبه حلاوه والبسباس والجلجلان. كنديروا نص مطحون ونص ماشي مطحون. كنبسو مزيان المقادير كنبسوهم مزيان مزيان. وما نساوش الخميره ما نساوش الخميره ضروريه. لا واه الخميره ديال الكاطو الحمراء ولا الزرقاء؟ لا الحمراء راه معروفه الخميره. راه معروفه الخميره ديال الكاطو. وبين كنبسوهم مزيان كنرونو بما زهر والماء. ديك المقرعه الصغيره تاع ما زهر اللي كيكون فيها المذاق قوي. وما ندلكوش العجنه. العجنه تجي غير ترونها غير كترون. وكنردوها في الماشينه لحقاش معروفين وجاده بالماشينه تاع الكاطو ديال تاع الكيك ديالنا. ومن الافضل يعني اللي كيكون عنده يطيبها في الفران تاع برا الفران تاع الحطب. وي هو اللي الشهر تاع الداي الصغير. باش بكري كي كان كل واحد كيوصل كامل في غير نص كيوصل غير نص كوقان ماشي عاد دابا. الله يبارك فيك جزاك الله خيرا. وكاين المخمر اللي كنديروه بالخميره البلديه. هذا كي كيديروا صابو هذا تقريبا نفس المقادير ولكن كنعجنوه وكنخليوه يخمر. الخمر كيجي افضل. واه كيجي افضل كيجي زوين. لكن الطريقه ديالو شويه صعيبه. شويه صعيبه حتى الخمر. هذا سهل هذا يعني معروف بالوجه قليل عنده حتى هو عنده ماشي خبرته كبيره يعني خص تكون عندك خبره باش يستقلك. شحال مد شحال مد تدلك شحال ما مزيان هذا بحال بحال كي هذا كي هذا شحال ما تحكي كيكون مزيان. دابا انت كيتحرب شنو الحوايج اللي كيديهم بزاف عليك دابا كيجيو في المعرض؟ واه في المعرض اغلبيه كيبغيو الحلويات تمشاو لنا في المعرض بزاف حيت معروفين يعني الوجهة دابا بهذا النوع كياخذوهم بزاف علينا هاد الحوايج. واه هذا هذا صابلي. صابلي صدقه هكا ولا شي تجمع عائلي كيدعو علينا الصابلي. والصابلي ديالنا معروف بلي زوين. الله يبارك فيك. هذا الكاطو ديال الماشينه باش معروفه وجده. واه باش معروفه وديال المراشم ديال واه ديال هادي نجمه هادي واه ندير نجمه هذا قلب هذا فيه داك السكر الفوق.
ليك الله يعطيك الخير. اخيرا دير قولها حال شفتي من جات زرت اليوم هنايا ديالنا والخدمه ديالنا، كنشكركم وكنقدموا شكر للغرفه الصناعيه اللي دعتنا لهذا المعرض باش نقدموا المنتوج ونكونوا معروفين، والرئيس ديال المدير الجهوي والمدير تاع الغرفه الصناعيه، والشكر لجميع العارضين والعاملين على هذا المعرض. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. سميت التعاونيات زهور الكنز. واه زهور الكنز. زهور الكنز.